مطلوب مننا دستور، مطلوب مننا انتخابات، مطلوب مننا انتخاب رئاسه، وقطعنا شوط سنه وما انتهيناش الا من العمليه الانتخابيه لمجلس الشعب بعد سنه. ايضا الجزء الاخر المتعلق بالجمعيات التاسيسيه هو يعني يتم انتخاب رئيس جمهوريه في تصوركم، او ده اللي انتوا الانتخاب 31 مايو 31 مايو يعني هيبقى في رئيس اول يونيو. رئيس اذا خلص من اول جوله، لان احتمال القعده وارد. ما هو يعني اول يونيو ممكن يبقى في بدايه يونيو يبقى وصلنا يعني كده. اقتراح مجلس الشارع هو التكتير شهر تقريبا. الجزء الاخر المصاحب له هو المتعلق بالتاسيسيه، الجمعيه التاسيسيه. انه لازم ينعقد مجلس الشورى ومجلس الشعب علشان يختاروا المية، احنا بنتصور في المية. وقلنا التصور ده بيحقق الموائمة والملائمة والتجميع لكل اطراف المجتمع. احنا مشكلتنا ومشكلة كل الناس في انه الجمعيه التاسيسيه نخشى ان تعبر عن اتجاه حزب واحد او فريق واحد من اطراف المجتمع داخل مجلس الشعب. الحقيقه كل اعضاء كل الاحزاب بما فيها حزب الحريه والعداله قالوا احنا عايزين جمعيه تاسيسيه تعبر عن كل الناس. طب خلاص احنا متفقين. كيف تكون معبره؟ تكون معبره اذا احنا حطينا مواقع بحكم وضعها القانوني، سواء كانت منتخبه او موقعها الوظيفي.